بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناة ربي زدني علما. اليوم إن شاء الله سوف نشاهد درسا جديدا في مادة النشاط العلمي، الوحدة الخامسة، مظاهر الحياة عند الحيوانات. الحيوانات تعيش في أوساط مختلفة. إذن بالنسبة للنشاط الأول، وهو وضعية الانطلاق، لدينا هنا أبحث في الإنترنت للإجابة عن تساؤل ليلى، والتساؤل هو: لماذا لا تعيش هذه الحيوانات في وسط واحد؟ وفي التلفاز يعني لدينا غزال، لدينا فيل، لدينا هناك لابوءة، لدينا أسماك. وطبعا هذا التساؤل هذا كنكون طلبنا من التلاميذ باش كيمشيو في الدار كيفكروا أين تعيش الحيوانات، وكنوجهوهم يعني ما هي الحيوانات التي تعيش في الماء، ما هي الحيوانات التي تعيش في البر. إذن النشاط الثاني، ألاحظ وأتساءل. إذن من خلال هذا الوضعية هذه نطلب من التلاميذ يعطيونا واحد التساؤل، غالبا كيكون في حال هذا التساؤل هذا، غالبا ما يكون من الوضعية. إذن مثال ديال التساؤل: أوضح لليلى لماذا لا تعيش الحيوانات في وسط واحد. أوضح لليلى لماذا لا تعيش الحيوانات في وسط واحد. طبعا وكنطرحوا التساؤل على التلاميذ وكنحاولوا نخرجوا منهم الأجوبة يعني اللي هي غادي نجاوبوها هنايا على شكل فرضيات. إذن يمكن للتلاميذ مثلا أن يقولوا لك: تعيش الحيوانات في الوسط الذي يوفر لها التغذية. مثلا كتقول، كنسقسي التلاميذ: لماذا تعيش يعيش أو عفوا الأسد في الغابة، لماذا يعيش الأسد في الغابة، لماذا تعيش اللبؤة في الغابة، لماذا يعيش الذئب في الغابة؟ لأنه يصطاد الحيوانات، لأنه يستطيع أن يتنقل في البر. إذن كنوصلوا معهم بأنها الحيوانات تعيش في الوسط الذي يوفر لها التغذية. إذن علاش كيعيش الأسد واللبؤة والذئب، يعني الحيوانات المفترسة كتعيش في الغابة اللي كتنقل في البر، يعني لأنها توفر هذا الوسط، يوفر لها الغذاء. نقدروا شي جواب آخر: تعيش الحيوانات في الوسط الذي تتنفس فيه بسهولة. طبعا سوف تطرح على التلاميذ تساؤلا: هل يستطيع الكلب العيش في الماء؟ يعني طبعا غادي يقول لك التلاميذ، يقول لك لا، لأنه لا يستطيع أن يتنفس في الماء. إذن هذه طبعا كيتوصلوا لها بسهولة، كيعرفوا التلاميذ بأن هناك بعض الحيوانات يعني اللي تبحث عن الوسط الذي تتنفس فيه بسهولة. كذلك جواب آخر، وهو: تعيش الحيوانات في الوسط الذي تتنقل فيه بسهولة. إذن دائما الحيوانات كتحاول تبحث على الوسط الذي تتنقل فيه بسهولة. إذن هنا هذه الفرضيات، هذو ملي كنعملوا الفرضيات كندوزوا يعني التمرين آخر اللي هو أتحقق، أو النشاط الآخر من هنا باش كنتحققوا فينهما يعني هذه الفرضيات شكون اللي صحيح فيهم. إذن يقول هذا التمرين: ألاحظ الرسم وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة، الغلصمة، الرئة. إذن الرسم هو هذا، يعني لدينا أرنب هنا يعني رئته ممتلئة، اللي كنسميوها حنا شهيق، يعني ملء الرئة بالهواء، وهنا إخراج الهواء من الرئة، الزفير. ونلاحظ هنا السمكة لديها يعني غلصمة، هذه هي الغلصمة، الأرنب لديه رئة. إذن الغلصمة دورها يعني السمكة، كيف تتنفس السمكة؟ فإنها تقوم بإدخال الماء من فمها وإخراجه من الغلصمة، وأثناء هذه العملية فهذه الغلصمة هذه هي التي يعني تستطيع أن تأخذ الهواء الذي يوجد في الماء. طبعا لأن احنا ضروري ما تقولوا بأن
السمكة كذلك تتنفس الأكسجين، ولكن كيف تتنفس الأكسجين؟ لأن الأكسجين دائب في الماء، دائب في الماء، والغلسة ما دورها هو تصفية الماء من الأكسجين حتى تتمكن السمكة من الاستفادة من هذا الأكسجين. إذن وبالطبع سنملأ هذين الجملتين أو هاتين الجملتين. إذن لدينا في الجملة الأولى فراغ عضو يمكن الحيوانات من العيش في وسط بري، ولدينا فراغ عضو يمكن الحيوانات من العيش في وسط مائي. إذن طبعا عندما كنشوف وسط بري طبعا فالرئة هي اللي غتكون هنا. الرئة عضو يمكن الحيوانات من العيش في وسط بري. الغرسمة عضو يمكن الحيوانات من العيش في وسط مائي. إذن هنا كيفرقوا التلاميذ بأن كاينين جوج الأنواع ديال الحيوانات، هناك حيوانات تعيش في الماء وهناك حيوانات تعيش في البر، ولكن هنا يجب الإشارة بأن هناك نوع ثالث من الحيوانات التي تستطيع أن تعيش في البر وفي الماء، لأن هنا في واحد كاين في الأخير واحد التمرين في الأخير يعني كيزيدوا لك واحد الحيوان يعني يستطيع العيش في البر وفي الماء. اذا ما كانش التلميذ يعني اذا ما ذكرتيه له شيء هنا في هذا التحقق ما غاديش يعرفه. اذا نمر الى نشاط استخلص. اذا من كل ما سبق نطرح بعض الاسئله على التلاميذ، والإجابات المأخوذة من التلاميذ نصوغ بها استخلاص، ونركز التلاميذ على استعمال هذه الكلمات المهمة الموجودة هنا. أتذكر يعني حيوان بري animal terrestre، حيوان مائي animal aquatique، غلسمة برونشي رئة بومو. إذا هنا الترجمة هذه غير باش التلاميذ يعني كتعطيهم الترجمة ديال هاد مصطلحات بالفرنسية يعني حتى يستطيعون حفظها، يعني غير من أجل معرفتها باللغة الفرنسية. إذا نمر إلى الاستخلاص. إذا كنطرح السؤال مثلا أين تعيش الحيوانات؟ يقول لك بعض التلاميذ يعني تعيش الحيوانات في الغابة، تعيش الحيوانات في البحر، تعيش الحيوانات في النهر. إذا نقول يعني بواسطة هذه الأجوبة نستدرج التلاميذ إلى قول تعيش الحيوانات في الوسط الذي يوفر لها الحاجيات الضرورية. ما هي هذه الحاجيات الضرورية؟ هي الغذاء والتنفس والتنقل. إذا أعيد، تعيش الحيوانات في الوسط الذي يوفر لها الحاجيات الضرورية. وهكذا نميز حيوانات برية وحيوانات مائية وحيوانات برمائية. أعيد الاستخلاص، تعيش الحيوانات في الوسط الذي يوفر لها الحاجيات الضرورية، وقلت الحاجيات الضرورية هي الغذاء والتنفس والتنقل. وهكذا نميز حيوانات برية وحيوانات مائية وحيوانات برمائية. إذن اللي مهم في هذا الاستخلاص هذا هو أن التلاميذ خصهم يعرفوا بأن كاين ثلاثة أنواع الحيوانات، حيوانات برية، حيوانات مائية وحيوانات برمائية. إذن كما موضح هنا كما سبق وقلت لكم يجب الإشارة بأن هناك نوع ثالث من الحيوانات وهي الحيوانات البرمائية. هنا في الاستثمار نجد حيوان برمائي مع هذه الحيوانات. إذن تابعوا معي، استثمر، أصل بخط كل حيوان بوسط عيشه. إذن هنا يضيف ضعاء إذا ما شرنا شيء في الأول بأنه كاين بعض الحيوانات التي تعيش في البر وتعيش في الماء، هنا يا تلمد غادي يوصلون هذا التمرين ما غاديش يقدروا يقولوا. إذن بالنسبة لهذا التمرين هذا، إذن القطة أو يعني كنصلها مع البر، السمكة يعني وسط مائي، الضفدعة غادي نصلوها مع الوسط المائي والبري مع بعض، يعني هي حيوان برمائي، والحصان يعني نصله بالبر. إذن وهنا نكون قد أنهينا هذه الحصة، والمهم فيها هو أن يتعرف التلاميذ بأن هناك ثلاث أنواع من الحيوانات، هناك حيوان بري، حيوان مائي، وحيوان برمائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.